بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ بكر أبو زيد: من الألأم المسالك نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه بما يلوث كرامته، ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غيره، سافل في خلقه، متلاعب في دينه، مغبون في أدبه. وهؤلاء الناس يقوم عملهم على التربص والتلصص والترصد وسوء الظن والفرح بالعثرات وطي الحسنات والخيرات. قال ابن سيرين رحمه الله: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعرف عنه وتكتم خيره. قال ابن المبارك رحمه الله: إذا غلبت حسنات الرجل على سيئاته لم تذكر سيئاته، وإذا غلبت سيئاته على حسناته لم تذكر حسناته. قال ابن تيمية رحمه الله عن خصومي: كم أجد عليهم ولا أدعو عليهم. وقال: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لأحد من المؤمنين. المصيبة اليوم حتى في الخلافات التي تجري بين البلاد الإسلامية، إذا أحببت البلد صنفوك، بل حتى السكوت تصنيف، همهم التصنيف فقط. ما ترصد أحد لولي من أولياء الله إلا وانتقم الله منه. قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.